أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة لا إله إلا هو العزيز الحكيم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم.